السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على سبيكر برومات شيل. هو صناعة صينية، لونه جذاب زي ما احنا شايفين، حجمه صغير يمكن قد كف الإيد تقريبا، ليه حامل ممكن يتعلق في أي حتة في البيت، في العربية، أو في أي مكان. لو الواحد خارج في مكان مفتوح ممكن يستخدمه. زي ما احنا شايفين، هي فتحة السماعة بتكون قدام عشان يتحط في الوضع اللي هو يكون مدي أقوى صوت. في زرار الباور زي ما احنا شايفين، اون واوف. في زرار تعلية الصوت وتخفيض الصوت، وفي زرار خاص بالراديو اللي هو عليه الام ده، بقدر اشغل الراديو. والزرار اللي في النص ده بقلب بيه القنوات بتاعتي، او بعمل بوز للاغاني اللي انا بشغل. هنفتح الجزء الامامي الخاص بالامبليفاير او السبيكر. بيركب فيه USB لو محمل عليه اغاني او اي شيء، وفي مكان بيتركب فيه SD كارد، كارت ميموري، وفي نفس الوقت في جاك للشحن، او لو عايز اوصله دايركت بالسلك بدون البلوتوث. وفي مكان للشحن اللي هو منور عنده اللمبة الزرقاء. زي ما احنا شايفين، دي فتحة اللي بيركب فيها لو حبيت اشغله سبيكر بسلك مش بلوتوث. انا دلوقتي وصلته على اللابتوب لمشاهدة فيلم. زي ما احنا شايفين، وصلته باللابتوب، منها بيشحن ومنها بقدر اتفرج على الفيلم. يعني صوت السماعة الصغيرة اللي احنا شفناها دي في غرفة 4x5 او 4x4، عاملة صوت تقريبا زي الهوم ثياتر. صوت جميل نقي وواضح وأدت الغرض بصراحة، لان احنا عارفين ان صوت الكمبيوتر بيكون ضعيف او اللابتوب خصوصا. فالسماعة دي انا جبتها كاستخدام في العربية او في الخروج، بوصل عليها الموبايل لو عايز اسمع بصوت عالي، ووصلتها على اللابتوب اختبرتها على الفيلم ده. فعلا صوت مجسم وجميل ونقي، وخصوصا لو وضعت السماعة في ركن من اركان الاوض بعيد عن اللابتوب بتدي صوت مجسم جميل. زي ما احنا شايفين، حجمها صغير وبتتعلق في اي مكان، وسهلة التوصيل، سهلة الشحن زي ما احنا شايفين الماركة بتاعتها، و فيها بلوتوث، والبطارية الكباسيتي بتاعتها 1200 ميجا هرتز، وبتشتغل طبعا على فولت صغير، زيها بتتشحن زيها زي الموبايل بالظبط. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.